وما هي الصلاة التي في السماء وفي الأرض؟ هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله وملائكته يصلون على النبي في السماء، والمؤمنون يصلون عليه في الأرض. ومن هو الذي صلى فوق الأرض وتحت الأرض؟ موسى عليه السلام كان يصلي فوق الأرض، وعندما مات صلى في قبره كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائم في قبره يصلي. ومن هو الصحابي الأول الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ هو بلال بن رباح رضي الله عنه، لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وقف عند باب الكعبة وسأل: أين بلال؟ وقال: نادوا لي بلال. ثم قال: والله يا قريش، لازلت أذكر اليوم الذي كنتم تعذبون فيه بلالا عند باب الكعبة. فلما حضر بلال قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ادخل يا بلال، فلا يصلين معي أحد في جوف الكعبة إلا أنت. فكان ذلك تكريما وتشريفا له.